أحزمة الموت، فيلم استقصائي يكشف جانباً من جرائم الإمارات في اليمن. مئات الجرائم، تعذيب حتى الموت، اغتيالات، اعتداء جنسي وإخفاء قسري، وختاماً قصف جيش الدولة. هذا ما جناه اليمنيون من الإمارات. أهلا بكم. يوما بعد آخر تتكشف ورطة الإمارات في اليمن بأبعادها الجنائية والأخلاقية، سواء عبر قادتها العسكريين أو الأفراد والقوات التي شكلتها لتنفيذ أجندتها المشبوهة في البلاد. اليوم أصبحت جرائم الإمارات هدفا للتقارير الحقوقية والاستقصائية والوثائقيات، كيف لا وهي أم الجرائم في العصر الحديث، أو هذا ما سعى من خلاله النظام الإماراتي لتقديم نفسه لشعبه وللعالم. أحزمة الموت، فيلم يكشف انتهاكات الإمارات ويقدم معلومات عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد مدنيين في السجون والتصفيات التي طالت ناشطين وأئمة مساجد، ليكون شهادة تاريخية وحلقة في سلسلة إدانات تاريخية لدولة الإمارات. أحزمة الموت، فيلم استقصائي يكشف جانبا من جرائم الإمارات في اليمن. الفيلم الذي أنتجته قناة الجزيرة يسلط الضوء على تفاصيل جرائم أبو ظبي في اليمن، بدءا بالاغتيالات والسجون السرية والتعذيب، وصولا إلى ممارسة إرهاب الدولة وتوظيف عناصر من تنظيم القاعدة لتصفية ناشطين مدنيين وقيادات في المقاومة خلال سنوات سيطرتها على عدن والمحافظات الجنوبية. الفيلم تناول الاغتيالات ما بين عامي 2015 و2019، والتي سجلت فيها أكثر من 100 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بطرق مختلفة، جميعها وبحسب الشهادات الشخصية التي أوردها الفيلم وبالاستناد إلى تقارير دولية صدرت في الفترة السابقة مثلت جزءاً من الدور الإماراتي في اليمن. ما جنته الإمارات وأدواتها بحق المدنيين لم يكن هيناً، بدءاً من جلب قتلة مأجورين لتصفية بعض القيادات السياسية والدينية، وصولاً إلى التعذيب في السجون السرية حتى الموت، والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري. حاولت الإمارات بكل وسائلها إخضاع المناهضين لها وإسكات الأصوات الرافضة لما تقوم به في جنوب البلاد. ثمة يقين محلي ودولي على تورط الإمارات في هذه الجرائم، استناداً إلى محاضر تحقيقات ووثائق وشهادات للضحايا، ناهيك عن اعترافات لعناصر من تنظيم القاعدة استخدمتهم أبو ظبي لتنفيذ عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين. فيما تتصاعد المطالب بضرورة تقديم كل هذه الملفات إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومحاكمة النظام الإماراتي على انتهاكاته التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا والمشاهدين. أهلا بك. كما أرحب بضيفنا عبر سكايب جمال المليكي، منتج أفلام في قناة الجزيرة ومنتج فيلم أحزمة الموت. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور عليك وعلى ضيفك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. لو بدأت معك أستاذ جمال، كونك منتج هذا الفيلم، وبداية من اختيار الموضوع، ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع؟ هذا الموضوع باعتقادي أنه يستحق أن يكون ملفا استقصائيا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو نمط الجريمة التي تم تداوله على مستوى واسع، سواء على مستوى إعلامي أو على مستوى منظمات الحقوقية أو حتى لجان الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة، كشفت عن نمط مختلف. هذا النمط يدل على استراتيجية. نحن نعرف أنه أي فاعل أي دولة لا نستطيع أن نطلع على استراتيجيتها وكيف تخطط، لكن نمط الفعل على الأرض يدل على الاستراتيجية. فكان هذا النمط المختلف للجريمة، أنها جريمة ممنهجة، جريمة مخطط لها، يجعلها أمام أي صحفي ملف يستحق الاستقصاء والتتبع. هذا أولا. من ناحية أخرى، أننا أمام دولة جاءت لتنقذ الشرعية، ثم أنه من يراقب ما تفعل على الأرض يناقض هذا التوجه العام. فهذا التناقض بين المعلن يكشف والواقع يكشف عن أجندة خفية. هذه الأجندة الخفية تؤهل نفسها أن تصبح موضوعاً استقصائياً.
نعم، إذن أعود إليك أستاذ جمال بعد أن أسأل أستاذ محمد حول الفيلم. تابعت بالتأكيد فيلم أحزمة الموت وهو وثائق انتجته الجزيرة حول انتهاكات الإمارات في اليمن. برأيك هل نقل هذا الفيلم الصورة الكاملة لما يحدث في اليمن خاصة في عدن؟ مساء الخير لك مرة أخرى والمشاهدين وللأستاذ جمال مليكي. الحقيقة أولا أبارك له هذا النجاح الرائع في الفيلم الاستقصائي أحزمة الموت، وهو في الحقيقة كما قال على لسانه أيضا أنقل ما قاله أو بما معناه أنه اقترب إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها في إجلاء الحقيقة للمشاهد وللمتابع للشأن اليمني فيما يتعلق بموضوع الفيلم. الاغتيالات والسجون السرية والفظائع التي تحدثت عنها العديد من تقارير المنظمات الدولية ووكالات الأنباء على مدى السنوات الماضية، وكان هناك أصوات في الحقيقة للعديد من الناشطين، أتذكر أنهم حتى من هذا المنبر من قناة بلقيس والمساء اليمني وغيرها من القنوات كان هناك حديث كثير طيلة الفترة الماضية عن جرائم الإمارات من خلال السجون السرية والاغتيالات، وأيضا عن علاقة الإمارات بالتنظيمات إرهابية تحت ذريعة الحرب على الإرهاب والتوظيف السياسي الرخيص لهذه الذريعة في ممارسة الإرهاب وقمع الناشطين. وفي الحقيقة الفيلم ناقش كل هذه القضايا الرئيسية، الاغتيالات وشبكات السجون السرية والتعذيب الذي كانت تشهده هذه السجون على أيدي ضباط إماراتيين، وأيضا سلط الضوء أو كشف خيوط اللعبة الإماراتية في ملف الإرهاب ومدى ركون الإمارات إلى الصمت الدولي لممارسة إرهاب الدولة في عدن العاصمة المؤقتة التي كان ينظر إليها اليمنيون عقب تحريرها من المتمردين الحوثيين أواخر 2015 تقريبا أنها ستكون هي الملاذ الآمن لليمنيين، خصوصا الذين قاوموا ميليشيا الحوثيين الإنقلابية وقوات صالح وحملوا أرواحهم على أكفهم دفاعا عن أنفسهم وعن الدولة اليمنية وعن أحلام اليمنيين في التحول الديمقراطي الذي أرادت الثورة المضادة من خلال انقلاب حوثي وصالح وأده. إذن كان آمال اليمنيين كبيرة في أن تكون عدن مأوى للجميع، لكنها تحولت إلى جحيم بفعل السياسة الإماراتية الممنهجة التي عمدت أولا كما يبدو واضحا من خلال الفيلم أو من يستقرئ تفاصيل في الفيلم أن الاستهداف كان يطال بشكل رئيسي رموز المقاومة الذين وقفوا في وجه الميليشيا الحوثيين وقوات صالح إبان اجتياح العاصمة المؤقتة عدن في 2015. نعم. هذه أهم الأمور التي يمكن ملاحظتها من خلال النظر أو استقراء الفيلم. أيضا الوثائق التي جاء بها الفيلم أحزمة الموت، محاضر التحقيق، أيضا الشهادات، هذا القدر الكبير في الحقيقة من الشهادات التي أوردها في سياق الفيلم، هذه يمكن أن تكون أهم النقاط التي يمكن. نعم. إذن أستاذ جمال، ربما العديد من التقارير الدولية وكذلك الإعلامية مثل الأسوشيتد بريس والبازفيد وكثير من المواقع تحدثت عن هذه الجرائم وأظهرت دلائل عديدة لما تقوم به الإمارات في عدن. ما هو الجديد الذي أتى به الفيلم من وجهة نظرك؟ وفعلا هذه النقطة نقطة مهمة، وأنا تحدثت سابقا أنه أكبر تحدي أمام أي ملف استقصائي عندما يكون متداول، كان هذا الملف السجون السرية والاغتيالات متداول بشكل يومي في كل منصات العالم الإعلامية وكذلك المؤسسة الحقوقية، ثم يأتي هنا التحدي في البحث عن جديد أو كيف يمكن إعادة تعريف المشهد بما يحدث صدمة كالتي باعتقادي والحكم للمشاهد أن أحدثها الفيلم. هنا كان التحدي هو البحث عن مصادر جديدة وعن وثائق ترفع يقينية ما يتم تداوله من خلال محاضر التحقيق التي تعتبر وثيقة يقينية، وثيقة يعني يمكن الاعتماد عليها حتى أمام محاكم، وبالتالي عندما نأتي بوثيقة من هذا النوع نرفع مستوى اليقينية بما تم تداوله. هذا رفع مستوى اليقينية هو الذي باعتقادي أحدث الصدمة لدى المشاهد، وكان وكأنه الموضوع لأول مرة يسمعه.
ثم التفاصيل. احيانا عندما نتكلم عن هذه القضايا التي فيها قدر عالي من الحساسيه، نحتاج ان نتلمس التفاصيل وان نقترب بالمشاهد الى درجه ان ننقله الى الحاله الشعوريه التي ربما يشعر بها المعتقل او يشعر بها من يقترب من هذا المشهد. هذا الاقتراب بالمشاهد الى الحاله الشعوريه هو الجزء الفني من العمل، وهذا باعتقادي ما اضاف الفيلم، انه استطاع ان ينقل حاله شعوريه من خلال الاقتراب من التفاصيل الموثقه التي لا يمكن التشكيك فيها. وهنا اذكر على سبيل التمثيل، وابرز ما ورد هو المحاضر التحقيق وكذلك شهاده مروان لطيف. نحن عندنا اتهامات دائما تطلق على كل سجين يخرج بانه ينتمي الى التيار الفلاني او ينتمي الى التيار الفلاني. نعم. فلذلك كانت القيمه المضافه لهذا السجين انه من خارج الجغرافيا اليمنيه، لا يمكن اتهامه بانه اصلاحي، ولا يمكن اتهامه بانه اي صنف من اصناف الصراع الموجوده اليوم في الشارع اليمني، وبالتالي كانت شهادته اكثر مصداقيه. التفاصيل التي نقلها سواء حول ما تعرض له يكشف لنا الجو العام لهذه المعتقلات، ثم ما عندما احتك بكثير من السجناء ومن ضمنهم في القاعدة، كيف استطاع أن ينقل لنا الكثير من التفاصيل التي تكشف العبث حتى بملف الإرهاب. نعم، إذن هل واجهتكم صعوبات، وخاصة أن يعني هناك العديد من الضحايا ما زالوا يخافون على أنفسهم، العمل في ظل سيطرة أيضا الأحزمة الأمنية كما تسمى في عدن، ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء العمل؟ أبرز صعوبة باعتقادي هو مواجهة سلاح الرعب. هذا النوع من الجرائم الذي يمارس، جزء من هدف من يفعل ذلك هو أن يشيع الرعب في نفوس الضحايا وفي نفوس كل من أراد حتى أن يتتبع أو يقترب من هذا الملف. معركتنا مع الرعب كانت هي المعركة الأولى، والرعب ربما قد نستطيع نحن بسبب أننا في أماكن بعيدة أن نحمي أنفسنا منه، لكن كنا حريصين جداً. وحتى اللحظة الأخيرة ربما تجاوزنا كثير من الشهادات، عندما يعني إلى قبل بث الفيلم ونحن ما زلنا لم نطمئن على كثير من الضحايا، قمنا بحذف كثير من الشهادات بالمناسبة، وربما هذا أول مرة نذكره على الإعلام، بسبب أنهم ما زالوا في أماكن ربما لم نستطع على أقل شيء أن نتواصل معهم ونتأكد من أنهم في أمان. فكانت هذه هي معركتنا الأولى. يعني مثلا حتى بالمناسبة مروان لطيف وهو مواطن سويدي، يعني كان هناك حرص شديد من الإماراتيين على ألا يتحدث، وتم يعني ما يشبه الاتفاق بشكل يعني ربما لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيله، لكن كان هناك حرص أن يصمت هذا الرجل من قبل يعني من مارس الجريمة ضده. نعم، إذن يعني هل أوردت لنا بعض ما حذف من الفيلم، يعني بطبيعة الحال دون ذكر أسماء، ما هو أبرز ما تم حذفه؟ هناك شهادات لمعتقلين في مختلف سجون الجنوب بشكل عام، عندما لأنه مثلا احنا كنا نتبع بعض الضحايا منذ الفيلم الأول، منذ فيلم اللي وثق نفس الحادثة وهو كيد الأشقاء التعذيب في الجنوب. بعض السجناء ظلنا نتواصل معهم بما فيهم مروان بدأ التواصل مع أهله في السويد وهو ما زال معتقلا، ثم نعم. بعد أن وصل إلى السويد، فكثير من هذه الشخصيات مروان استطعنا أن نطمئن أنه أصبح في أمان. غيره من الشخصيات ربما صورنا معه فترة من قديمة ثم فقدنا التواصل معه، يعني ربما هو الآن معتقل، ربما هو في مكان قريب من الخطر. عندما لم نستطع أن نتأكد قبل بث الفيلم من سلامته، قمنا بتقديم مصلحة الضحية على السبق الصحفي، لأنه في النهاية نحن نريد أن ننتصر للضحايا من خلال هذا العمل، لا نريد أن نخلق ضحايا جديدة. وهناك قصة ربما لأول مرة أتحدث عنها، وهي مواد بصرية صورية تم حذفها بسبب أيضا حماية من يعني صورها أو من ربما يستدل بها على أنه مصورها فلان الناس. مواد بصرية يعني تتحدث عن مشاهد اغتيالات التي كانت تعرض، مشاهد لاختطاف ومشاهد لاعتقالات بشكل عام في مختلف أرجاء الجنوب. نعم، إذن أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ربما لن يكون تقرير أو فيلم أحزمة الموت هو الأخير، العديد من التقارير التي صدرت ضد الإمارات والتي تتحدث بوضوح وربما بأخذ شهادات حية ممن حدث لهم كل هذا التعذيب وكل هذه البشاعة والإفراط في التعذيب بطريقة يعني ربما كما تحدث الأستاذ جمال لإشاعة الخوف. نعم. ماذا بعد ذلك؟ يعني لما يتم
إصدار هذه التقارير وهذه الأفلام، ولا نجد من يحاسب أو من يعني يقول الإمارات كفى عبثا؟ فعلا هذا سؤال يتداول على نطاق واسع. أولا أحيي الأستاذ جمال على هذه الروح، أولا في العمل المهني الاستقصائي، وأيضا التحلي بروح المسؤولية الإنسانية تجاه الضحايا عندما أشار إلى الاستغناء عن بعض المواد المصورة حرصا على سلامة يعني المصادر. وفي الحقيقة هذه منهجية مهمة ورائعة حتى في العمل الحقوقي للمنظمات الحقوقية التي يفترض أن تتحلى بهذه الروح. المسألة الأخرى، الفيلم في الحقيقة هو محطة مهمة في جهود حفظ الذاكرة لضحايا الانتهاكات خلال هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن، وخصوصا في الجنوب أو أيضا حتى في الشمال، ربما يكون هناك أيضا أعمال من هذا النوع لتوثيق جرائم الحوثيين، وأتمنى أن يكون بالفعل يعني عمل على هذا النوع من الانتهاكات. الأمر الآخر أنه هذا الفيلم ماذا بعد؟ أعتقد أن الفيلم أضاء الطريق لي كثير من الضحايا للعمل على رفع أصواتهم أولا، وكسر حاجز الرعب الذي تحاول هذه السياسات القمعية الممنهجة للإمارات فرضه في مناطق الجنوب، وتحاول الآن الإبقاء على هذا على هذه الحالة من الرعب أيضا من خلال أدواتها. بالمناسبة إن كانت الإمارات قد أعلنت انسحابها جزئيا، لكنها في نفس الوقت لا تزال أدواتها تعمل وتمارس نفس السلوك القمعي في الانتهاكات. يعني الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى. أعتقد أنه هناك ما زال انتهاكات بنفس المستوى، هناك إعدامات، هناك تعذيب، وهناك أيضا شبكات سجون سرية لا تزال موجودة. الفيلم أشار على سبيل المثال إلى حالة رجل الأعمال عوض حبيب ما زال في عصب في قاعدة إماراتية هناك، وأعتقد أن هناك أشخاص كثر أيضا لا زالوا في حكم المخفيين قسريا. إذن الفيلم محطة مهمة أولا لتوثيق ولحفظ ذاكرة اليمنيين إزاء هذه الحقبة المظلمة من التدخل الإماراتي والسلوك الفاشي للإمارات وممارسة إرهاب الدولة بحق اليمنيين، ويحفظ للضحايا إمكانية أيضا أن يرفعوا أصواتهم بما في ذلك الضحايا وأسرهم الذين لا زالوا صامتين حتى هذه اللحظة. يمكن أن يكون لهم دور في المستقبل لرفع أصواتهم وشرح كثير من تفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها أو تعرض لها ذوهم. أيضا الحقيقة أن الضحايا أيضا الذين جاءت شهادتهم أو وردت شهادتهم في فيلم أحزمة الموت، يمكن أن يكون الطريق الآن أمامهم سالكا للبحث عن إمكانية ملاحقة قادة الإمارات بما في ذلك قادة الدولة، ووفقا لمبدأ مسؤولية التسلسل الإداري في هياكل الدولة الإماراتية، وصولا إلى الضباط أيضا الذين وردت أسماءهم في سياق محاضر التحقيقات أو شهادات الشهود الضحايا الذين أورد شهاداتهم في أو وردت شهاداتهم في الفيلم. يمكن أيضا أن يكون هذا الفيلم والوثائق محاضر التحقيق التي أشار إليها جزءا من ملفات يمكن العمل عليها أمام المحاكم الدولية، سواء على أساس مبدأ الولاية العامة للقضاء التي يمكن لضحايا أن يقدموا دعاوى أمام القضاء في الغرب أو بعض الدول التي تعمل على هذا الأساس. مبدأ الولاية العامة هو أن يتيح للضحايا إمكانية تقديم شكاوى بحق أشخاص مسؤولين في دول أخرى عندما يحطوا رحالهم في أراضي هذه الدولة، يمكن استجوابهم ومثولهم أمام العدالة. إذن هناك الكثير من العمل الذي يمكن أن يترتب على مثل هذه الأعمال. قد يكون هناك بعض الأعمال التي تحتاج إلى نفس طويل وإلى عمل حقوقي وقانوني، وهناك أيضا منظمات دولية باتت تعنى بهذا الملف، ملف جرائم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، جرائم التعذيب، جرائم الإخفاء القسري، هذه جرائم ضد الإنسانية ولا يفلت المسؤولين عنها من الحساب بطبيعة الحال. وبالتالي الرهان الأول والأهم على الضحايا أن يستمروا في نضالهم
لأنهم بهذا أولا يحفظوا حقهم وحق ذويهم في الحصول على العدالة ومحاسبة المتورطين، وبالتالي جبر الضرر المعنوي والمادي، وفي نفس الوقت بهذا العمل يمكن أن يحموا أرواح آخرين في حال الصمت، يمكن أن يتعرض آخرون لنفس المستوى من القمع والجرائم والانتهاك. نعم، إذا لو سألتك أستاذ جمال وأنتم تتبعون كل هذه التفاصيل، يعني هل استطعتم الوصول إلى أين ذهب السجناء أو المختطفين والمخفيين قسريا، خاصة وأن هناك كان ربما تقف الأمهات على سجون بئر أحمد وغيرها من السجون بعد أن انسحبت الإمارات، أين ذهب هؤلاء؟ طبعا للأسف المساحة الزمنية التي تتبعها الفيلم هي انتهت قبل انسحاب الإمارات، واضطرينا أن نتداول في نهاية الفيلم نقطة الانسحاب من باب الاستدراك، لكن العمل الاستقصائي وعملية التتبع كان مساحتها الزمنية ما قبل انسحاب الإمارات على وجه الدقة. هل نتوقع جزء ثاني ذلك أو امتداد لهذا العمل؟ هو للأسف الشديد طبعا هذا جزء من المسؤولية، هو يعني ربما نقول للأسف الشديد وربما نقول من حسن الحظ لا أدري، لكن هو أنه هذا النوع من الأعمال، يعني أنا منذ بث الفيلم إلى اليوم عدد الذين تواصلوا من أهالي الضحايا، حتى أحيانا يشعر الإنسان بثقل المسؤولية أنه أكثر ربما مما يحتمل، كثير من التفاصيل وصلت، ولذلك لا أعتقد أن من الصعوبة أن يكون هناك تتبع. وبما أنه بدأنا هذا الملف بالتأكيد وكما أشرنا ربما في نهاية الملف والتحقيق، جعلنا النهاية مفتوحة على يعني جزء من تحمل المسؤولية بأنه ربما سنعود لهذا الملف مرة بشكل أو بآخر، وأيضا تأكيدا على ما قال الأستاذ محمد حاولنا أن نفتح نافذة أمل وليس فقط عرض المشكلة، وإن كان عرض المشكلة هو جوهر هدف العمل الاستقصائي، لكن حاولنا أن نفتح نافذة أمل من خلال استضافة القانوني بروس فين وهو صاحب خبرة في الترافع في هكذا قضايا وليس فقط محلل سياسي، عندما أشار إلى إمكانية الترافع في هكذا قضايا واستدل بقضايا هو شخصيا كان مترافعا فيها. نعم، إذا ورد في الفيلم أستاذ جمال أن أغلب من يعني تم اعتقالهم هم كل قادة المقاومة الشعبية، معظم حالات الاعتقال التي تم التحقيق فيها كان المعتقلون إما قادة مقاومة أو جنود أو ضباط في القوات المسلحة أو شمالين أو نشطاء حقوق إنسان أو صحفيين أو مرتبطين بزعماء الدينيين، ما هو تفسيرك لذلك؟ ما الذي تريده الإمارات يعني التوجه خاصة ونحن نتحدث عن يعني قادة مقاومة ساندوا يعني التحالف لو كانت أهدافه أو نيته حقيقية في دحر هؤلاء الحوثيين؟ ما لمسناه أثناء التحقيق هو أن هناك عاملا مشتركا واحدا لدى كل الضحايا، يعني لو أزلنا كل العوامل بما في ذلك عامل الانتماءات الفكرية، حتى لو أزلنا هذا العامل هناك عامل واحد وهو كل من لا تروق له ممارسات الإمارات أصبح خصما. نتذكر مثلا المحافظ السابق الذي جاء عيدروس بدلا عنه بديلا له، أيضا كثير من الشباب الذين ربما لم تكن انتماءاتهم واضحة وليس لديهم انتماءات سياسية أو فكرية واضحة، أو ربما كانوا انتماءاتهم خارج حتى الفكر الديني إطلاقا كما حصل مع أحد الضحايا في عدن، فكان العامل الواحد الذي لا يمكن يعني الذي الثابت لدى كل الضحايا هو أنه خصم للتوجه الإماراتي ولميليشياتها على الأرض، بمعنى أن الإمارات هذا يدل هذا نمط التحركات يدل على الاستراتيجية، هذا النمط يدل على أن الإمارات كانت تريد أن تهيئ الأجواء لخطة قادمة بأن لا يكون هناك أي منوئ لها، لذلك بدأت بمن قاوموا الحوثيين لأنها وجدت شراستهم عندما دخلت معهم في الحرب ضد الحوثي، وجدت أن هؤلاء هم أصدق من واجهوا الحوثي، كل من واجه الحوثي أصبح في إما معتقل يا إما مطارد. لماذا؟ لأن الإمارات ترى أن من واجه شراسة الحوثي سيواجه شراسة الإمارات، وبالتالي أصبح بالنسبة لها كل من واجه الحوثي هو خصم. لماذا هو خصم؟ لأن هناك أجندة خفية غير الأجندة المعلنة، هذا ما لمسناه في التحقيق. وبالمناسبة عندما صدر تقرير الخبراء البارزين كنا قد أنجزنا 80% من تحقيقنا، وجدنا أن تقريبا كل ما ورد في تحقيق الأمم المتحدة يتوافق كلي مع ما وصلنا إليه. نعم، إذن أستاذ جمال يعني لو أردنا أن نتساءل ما هي مصلحة الإمارات من ارتكاب هذه
أستاذ محمد عفوان ارتكب هذه الجرائم بحق اليمنيين؟ يعني يطرح الأستاذ جمال وجهة نظره، ما هي وجهة نظرك؟ أولا للإجابة على هذا السؤال نبحث في ما الذي تريده الإمارات بالضبط، ونعرف أيضا ما هو السلوك الذي درجت عليه الإمارات ورؤيتها للملف اليمني وللعديد من تفاصيل القضية اليمنية. لدى الإمارات أولا فوبيا من الربيع العربي في اليمن، وبالتالي حاولت جاهدة طيلة سنوات الحرب وبغطاء التحالف السعودي الإماراتي لدعم الشرعية في اليمن أو ما يسمى بدعم الشرعية في اليمن لضبط إيقاع هذه الحرب في سياق وأد الثورة المضادة والحرب على كل الرافعات السياسية والقوى التي كانت جزءا من ثورة الربيع، وعملت جاهدة على محاولة أيضا تشويه الثورة السلمية والإلقاء بالمسؤولية في كل ما آلت إليه الأوضاع في اليمن على ثورة الشباب السلمية، بينما في الحقيقة والجميع يعرف أن الثورة المضادة هي التي كانت سببا في كل هذه الويلات. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أرادت الإمارات أن تنقل تجربتها في التسلط وفي بناء منظومة حكم قمعي لا يقبل التعدد. هناك اتجاه إجباري واحد لا في المشهد العام في البلاد، هناك تقويض لكل الحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي أرادت نقل هذه التجربة القاتمة فيما يتعلق بالحالة الحقوقية في الإمارات لتكون هي المشهد السائد في جنوب اليمن ومناطق التي سيطرت عليها طيلة السنوات الماضية. والهدف من هذا كما أشار الأستاذ جمال أولا هو يعني إثارة حالة من الرعب والقمع، وبالتالي تهيئة أو العمل على وضع لبنات أولى لبناء سلطة موالية لها تحمل ذات السمات وذات السلوك القمعي للإمارات وتدين بالولاء للإمارات. والهدف الغائي من هذا السلوك ومن هذه السياسة هو ضمان تحقيق مطامع الإمارات في الجنوب بالسيطرة على الأماكن الحيوية وإنفاذ مطامعها بالسيطرة على حقول النفط طبعا والموانئ والجزر. وهذا الحديث أصبح متداولا على نطاق واسع في مراكز الدراسات والبحوث العالمية. الجميع يعرف أن الإمارات تهدف من خلال بناء هذه الأدوات المحلية القمعية في اليمن ومن خلال هذا القمع الرهيب وجرائم الانتهاكات وشبكات السجون السرية إلى فرض سيطرتها على ميناء عدن، طبعا الميناء الاستراتيجي الذي خسرته الإمارات كما نعرف بعد ثورة الربيع، يعني عندما تم إبطال عقد تشغيل الميناء بعدما فشلت في إعادة تشغيله، وأيضا الموانئ على الساحل على امتداد ساحل البحر الأحمر وفي البحر العربي أو بحر العرب. وبالتالي إذن المطامع الإماراتية بالسيطرة على الموانئ والجزر بعد أن خسرت أيضا بعض المواقع في القرن الأفريقي وتم طردها، أرادت أن تعوض هذه الخسارة بالسيطرة على الجزر والموانئ اليمنية. لابد من بناء منظومة سلطة تدين بالولاء للإمارات وتعمل على تمرير مطامعها من خلال هذه السلطة أو خلال هذه الأدوات. إذن اسمح لي ضيفي العزيزين أن ينضم معنا عبر الهاتف المحامي عبد الرحمن برمان من ميشيغان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وأيضا للمشاهدين جميعا. أهلا بك. بالتأكيد تابعت الفيلم وأنت كنت أحد ضيوف هذا الفيلم أستاذ عبد الرحمن، هل ما ورد في هذا الفيلم يمكن البناء عليه كوثيقة قانونية يتم التقديم بها أو الذهاب بها نحو إجراءات تحقيق العدالة للضحايا؟ نعم، حقيقة الفيلم أظهر أشياء جديدة من ضمنها محاضر جمع الاستدلالات التي تحدثت عن عمليات الاغتيال والاعترافات المتهمين بعمليات الاغتيال، وأيضا هناك كثير من القضايا التي أوردها الفيلم. أعتقد أنها جميعا كلها جميع الأدلة التي وردت في الفيلم وكذلك أدلة أخرى لا زالت موجودة ربما لم يتطرق لها الفيلم، وهي يعني مثلا قضية الشيخ راوي، التحقيقات كلها أكدت جميع المتهمين أكدوا بالإجماع على أنه
هاني بربريك هو من أمرهم، هو من أعطاهم السلاح، هو من أعطاهم المال، وهو من كافأهم من أجل اغتيال الشيخ راوي الذي كان أيفونة المقاومة أثناء تحرير عدن، والذي كان هو عبارة عن يعني أحد الرافضين للتواجد الإماراتي في عدن. إذن ما ورد في الفيلم حقيقة هي وثائق يمكن البناء عليها، ويمكن أيضا إضافة الكثير من الأدلة التي موجودة. هناك كثير من الشهود، عندما يوجد نظام، عندما يوجد قانون، عندما توجد دولة، عندما يوجد القضاء، سنجد ربما مئات الشهود يتوجهون إلى هذه الأماكن وإلى هذه المؤسسات القضائية للإدلاء بشهاداتهم. حاليا في ظل سيطرة الإمارات وفي ظل جمع أجهزة الأمنية، الجميع آثر الصمت، وأعتقد أنه في حال ما إذا وجد الأمان لهؤلاء سيتحدث الكثير عن هذه الممارسات التي انتهكت. أنا أقول أنه ما ورد في الفيلم هي بداية تكوين ملف قانوني، وما عجزت عنه المنظمات الحقوقية وأيضا المحامون في اليمن. أعتقد أن الفيلم أنجز ما عجزوا القيام به. نعم، إذن يعني هذا الفيلم والعديد من التقارير الدولية أستاذ عبد الرحمن، والإمارات تتجاهل كل ذلك وعلى العكس تستمر في غيها وفي تجاوزاتها وفي جرائمها أيضا، وأيضا العالم أو المجتمع الدولي لم يحرك ساكن تجاه كل ما يحدث، لماذا برأيك؟ هو صمت المجتمع الدولي، وأيضا الإمارات في كثير من المؤسسات الدولية تستخدم نفوذها وتستخدم أيضا نفوذ حلفائها الدوليين، وفي عملية إسكات الأصوات التي يمكن أن تؤثر في الضغط على الإمارات أو تقديم هذه القيادات من مارسوا هذه العمليات إلى الملاحقة القضائية، سواء كان عبر الجهات الدولية أو أيضا الضغط عليهم للتوقف عن ممارسة هذه الجرائم. لكن أنا أقول أنه الاستمرار في كلما يمكن أن من العمل الحقوقي، العمل الإعلامي، العمل القانوني، أيضا العمل الرسمي، الآن الحكومة اليمنية لم تحرك أي ساكن للأسف الشديد. أين صوت وزارة حقوق الإنسان؟ أين صوت وزارة الخارجية؟ أين صوت وزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن اليمنيين؟ لم نسمع لهم أي تعليق عن هذه الجرائم، بل أنه هؤلاء المسؤولين جميعهم قد ألتقوا بكثير من الضحايا، قد تلقوا كثير من الشكاوي، لم يحركوا أي ساكن. لكن أنا أعتقد أنه استمرار العمل، أعتقد أن الفيلم قد بدأ في ثمارة. اليوم تلقينا أنباء عن الاستعداد للإفراج عن عشرات ربما مئات المعتقلين، وأن السعودية تسلمت السجون التي كانت تشرف عليها الإمارات، ونشرت عدد من الصور من داخل هذه السجون لاستعداد للإفراج عنهم. أقول أنه الاستمرار في العمل، هذا العمل الإنساني، أنا أعتقد أنه لم نكن أمام فيلم الهدف منه هو فقط الإثارة، ولكنه كان عمل إنساني رائع تضامن مع الضحايا قبل أن يكون عمل إعلامي الهدف في الصبغة الصحفي. كان هو عملية تضامن على الضحايا وأيضا الضغط على المجرمين أن يتوقفوا عن ممارسة هذه الانتهاكات. نعم، إذن أستاذ عبد الرحمن، ربما أنت تحدثت عن صمت الحكومة تجاه كل هذه التقارير، ولكن الأغرب أن تذهب للاتفاق مع الانتقالي دون الحديث عن هؤلاء المعتقلين، عن ولا يعني لابد أن نتذكر أن العديد من قادة الانتقالي هم مشاركين في هذه الأحزمة، وفي أسمائهم بعضهم وردت في محاضر التحقيقات، وهم يعني متهمين بطريقة أو بأخرى. كيف يمكن الاتفاق معهم ودمج الحزام الأمني مع الجيش الوطني؟ ما يعني لا يشكل ذلك علامة استفهام كبيرة؟ هو يشكل انتهاك وخرق للدستور الجمهوري اليمني الذي يلزم رئيس الدولة ويلزم الحكومة ويلزم كل مؤسسات الدولة أن تحافظ على وتحمي كرامة اليمنيين ودماء اليمنيين وأعراض اليمنيين وأموال اليمنيين التي انتهكت في كل هذه المجالات التي ذكرتها. الاتفاق الذي تم دون أن يذكر فيها الضحايا أو دون أن يشار إلى أنه من مارسوا انتهاكات وجرائم حقوق إنسان يجب أن يعني يقدموا للمحاكمة، هذا الاتفاق أنا أقول أنه لا يعفي، هذه ليست أحكام براءة، ولا يعفي هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولكنه يؤجل تنفيذ العدالة ويؤجل القصاص من هؤلاء المتهمين. ونحن لنا كثير من ما حصل في اليمن حصل في كثير من بلدان العالم، وبعد أكثر من 20 سنة اقتصت العدالة في يوغوسلافيا، في البرازيل، في أماكن كثيرة قضى هؤلاء الذين حكموا قاموا بالانقلابات، وفي البرازيل 15 ألف قتيل،
وصدر عفو عام وعن هؤلاء الذين مارسوا، وبعد 20 سنة أصدر البرلمان قانون للغي هذا القانون، قانون العفو العام، والمحكمة العليا في البرازيل أيدت إلغاء هذا القوانين، بل وجر هؤلاء قيادات الانقلاب وكان هو الرئيس السابق إلى وفي 2013 مات داخل السجن، وهو الذي كان قد مارس هذه العمليات. نحن نقول إنه اليمنيين اليوم سوف يتوجهون يعني بكل قواهم المدنية، بكل قواهم العسكرية لاستعادة الدولة، ثم بعد ذلك محاسبة كل من مارس هذه الجرائم بحق اليمنيين. اليمنيين اليوم جرحوا في كبريائهم، استدفوا في تاريخهم، استدفوا في حضارتهم، ولن يسمحوا أن يستمر هذا الوضع، ولن أيضا يعفوا عن من مارسوا هذه الجرائم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني هناك نقطة أيضا مهمة تم الحديث عنها في الفيلم، وربما كانت مفاجأة أن تكون الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي وما إلى ذلك ضليعات في يعني هذه الجرائم، وأن أغلب حسب الشهادات الواردة في الفيلم أغلب من يعملون في هذه الجمعيات هم ضباط استخباراتيين لدى الإمارات، ما هو تعليقك؟ نعم، ربما الإضافة التي أضافها الفيلم هو أنه استطعنا أن نصل إلى شخص بدأ بالعمل معهم، طبعا لم يدم طويلا لكنه بدأ بالعمل معهم إلى أن اكتشف ذلك ثم تركهم، وبالمناسبة لفقوا له الكثير من التهم بما في ذلك التهم لها علاقة بالإرهاب، إلى واستطعنا أن نتواصل معه إلى أن وصل إلى مكان آمن، وبعد أن وصل إلى مكان آمن أجرينا معه تلك المقابلة. هذا ما قصدته بأن هناك نمط مختلف من الجريمة يؤهل هذا الموضوع أن يصبح ملفاً استقصائياً. جزء مما قصدته هو أنه حتى المؤسسات الخيرية في سابقة خطيرة المفروض أن ينتفض لها العالم، أن تصبح منظمات التي الإغاثية التي من المفترض أن تحضر في لحظة الحرب لتنقذ ما يمكن إنقاذه، تصبح أدوات استخباراتية هذه سابقة من المفترض أن يضج لها العالم ولا أن يتم تجاوزها بهذه الطريقة التي وهذا الصمت الذي المستغرب الذي نلحظه. لذلك نحن ركزنا على هذه النقطة لأهميتها ولخطورتها ولأنها سابقة خطيرة ينبغي أن يتم تسليط الضوء عليها وألا تمر مرور الكرام. نعم، إذن أستاذ محمد، يعني هذه النقطة وهي يعني انخراط الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي في أعمال جنائية بهذا الشكل، يعني إلى أي مدى ممكن أن يؤثر على العمل الإنساني والعمل الخيري؟ في الحقيقة للأسف الشديد هذا السلوك هو خرق واضح أولا للقانون الدولي الإنساني وللمعايير الأخلاقية والمهنية وللأنظمة والقوانين المعاهدات التي تنظم عمل الهيئات المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني. نحن نتذكر على سبيل المثال أنه في اليمن كان هناك حديث عن فساد لبعض الوكالات بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة، هذا كله يهون مقابل الحديث عن إساءة استخدام غطاء العمل الإنساني والإغاثي لممارسة الجريمة والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان ما فعلته الإمارات في جنوب اليمن بالاغتيالات وشبكات السجون السرية والتعذيب والإخفاء القسري والقمع الممنهج ينم عن يعني نفسية غير سوية، انتهاكات فظيعة وفي غاية السوء، وبالتالي ليست مجرد أعمال فردية أو انتهاكات عابرة، هو سلوك ممنهج ينم عن نظام متشبع بالرغبة بالحقد، بالرغبة بالقمع وممارسة الجريمة على يعني بشكل يصل إلى حد ممارسة إرهاب الدولة. استخدام غطاء الغثاء المنظمة الإغاثية والعمل الإغاثي والإنساني جريمة فظيعة بالفعل وانتهاك وخرق واضح، ويفترض ألا تقف المنظمات الهلال والصليب الأحمر مكتوفة الأيدي إزاء هذا السلوك. الشهادة كانت واضحة بأن كل الضباط الذين كل العاملين أو المسؤولين عن الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن هم ضباط. نحن نعرف أيضا حتى من وقائع سابقة في غزة على سبيل المثال عندما تم كشف مجموعة من ضباط الاستخبارات الإماراتية كانوا تحت غطاء عمل إنساني أو تابعين للهلال الأحمر الإماراتي. استخدام يعني هو جزء من سلوك يعمد إلى إساءة استخدام أولا التفويض
في العمل الإنساني والإغاثي، وإساءة استخدام أيضا حتى لبعض القضايا المهمة مثل الحرب على الإرهاب وتوظيف، وهذه نقطة في غاية الأهمية. كنا نتحدث قبل أيام عن مقالة لغريغوري جونسون، وهو أحد فريق الخبراء البارزين في الفترة السابقة في التابع للأمم المتحدة، وهو يتحدث عن أن الإمارات أرسلت معلومات مضللة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشخصيات على أنها في تنظيمات إرهابية وهي شخصيات سياسية. إذن هناك إساءة استخدام لهذا النظام لمركزه في منظومة العلاقات الدولية، لنفوذه، للأموال التي يجنيها النظام الإماراتي في تمرير مشاريع تقوض حتى مسألة الحرب على الإرهاب، أو جهود المجتمع الدولي في السلم وتحقيق السلم والأمن. الإمارات تمارس إرهاب الدولة، وتمارس في نفس الوقت أيضا إخلال بمنظومة القيم والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم العلاقات الدولية، أو التي تنظم مسألة العمل الإغاثي والطوعي. نعم، إذن أعود إليك أستاذ جمال. ربما أخيرا تطرق الفيلم لانسحاب الإمارات والاتفاق الرياض، وتساءل يعني كيف يمكن دمج الأحزمة الأمنية والتي أنتم أسميتموها بأحزمة الموت في الجيش الوطني، وكثير من قادته متهمون بالضلوع في هذه الجرائم. ما هو تعليقك على موقف الحكومة من ذلك؟ هو باعتقادي هو انعكاس فعلي وحقيقي إلى فكرة اختطاف القرار اليمني. القرار اليمني مختطف، لا نستطيع أن نتعامل مع أي قرار اليوم للدولة اليمنية على أنه قرار الدولة اليمنية إذا ما أردنا أن نتحدث بكل تجرد وبكل موضوعية. نستطيع أن نتحدث عن سلبية الدولة اليمنية والرئاسة اليمنية والحكومة اليمنية كما نشاء، لكن السبب الجوهري أنه لا نستطيع أن نقيم التقييم الحقيقي لأي موقف، لأنه هو موقف مختطف. وربما إذا أردنا أن ننتقدهم هم أنهم سمحوا لأنفسهم ووضعوا أنفسهم أن يصبحوا في مكان الاختطاف، أحرقوا كل أوراقهم، قد وضعوا البيض في سلة واحدة كما يقال، جعلوا من أنفسهم مرتهنين. إذا كنا سنوجه نقدا فهو هذا النقد الجوهري، وما دونه هو انعكاس لهذه الحالة البائسة للأسف الشديد والتي أوصلتنا إلى هذا الوضع. وما يحصل من انتهاكات هو أيضا ربما استثمر المجرم هذا الفراغ وهذه القابلية للارتهان الموجودة لدى الشرعية للأسف الشديد. أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، أن هناك مغالطة منطقية يستخدمها من يناوئون هذا النوع من الأعمال الاستقصائية، بأن يقولوا على سبيل المثال بأن هذا جاء من الدولة الفلانية وهذا في سبيل المناكفات. وهذه مغالطة موجودة في علم المنطق اسمها ترك الرسالة والإمساك بزمام الرسول، بمعنى لنفترض أن هذا جاء من الشيطان. على كل من هو صادق في نصرة الإنسانية في العالم أن يبحث هل ما ورد حقيقي أم غير حقيقي، هل هذا يحدث أم لم يحدث، لنترك من قاله ولنترك المنصة التي بثته، ولكن لنركز هل هذا حقيقي أم لا. أعتقد أن كل من يتجرد لقيم الإنسانية أيا كان انتماء اليوم سوف تصدمه حقائق هذا الفيلم، وسوف يتخذ منها موقفا. إن كان إنسانا عاديا فسيتخذ موقفا بما يتناسب مع شخصيته، وإن كان رجل موجود في منظمة حقوقية أيا كان انتماءه من المفترض أن يتخذ موقفا بما يساهم في حفظ يعني كرامة الناس، وبما يساهم في حفظ الحق في استرداد كرامتهم وفي الانتصار لمن مورست ضدهم هذه الانتهاكات. نعم، إذا أخيرا أعود إليك أستاذ الأحمدي بتعليق أخير حول موقف الحكومة من هذه التقارير وذهابها للاتفاق مع الانتقالي دون يعني المحاسبة أو حتى ذكر المختطفين وما إلى ذلك من الشروط. يعني في الحقيقة يفترض أن الحكومة تغادر دائرة الاستلاب في القرار الوطني، قد يكون معيبا وسيذكرها التاريخ للأسف إن فرطت في السيادة الوطنية، سيذكرها التاريخ بأبشع العبارات إن تنازلت عن تضحيات اليمنيين الجسيمة خلال
خمس سنوات من هذه الحرب ونتائجها وتداعياتها الكارثية، الإمارات اليوم نزعت القناع الزائف التي حاولت تصويره أمام العالم بأنها دولة المدنية والتسامح وكذا، فهي دولة موغلة بالتخلف وانتهاك حق الإنسان وكرامة الإنسان، وبدا هذا جليا في سلوكها في اليمن وعلى كل الذين يحاولون الإنكار أنه أن يدركوا جيدا أنه لا مجال للاستمرار في حالة الإنكار أولا عن هذه الممارسات، سواء الإمارات أو أدواتها في الداخل التي تحاول دائما التشكيك في مثل هذه الأعمال الاستقصائية. فقط كما أشار الأخ جمال إلى أنه مكايدة أو لاعتبارات، لكنها في الحقيقة جهد استقصائي كبير وعمل يوثق لجرائم طالت كرامة الإنسان، وعلى الحكومة الشرعية أن تقف إلى جانب الضحايا الذين يعني سلط الضوء حولهم حول معاناة مأساتهم. وفي الحقيقة إن صمتت الحكومة الشرعية فإن هذا سيكون معيبا في حقها. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، صحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لك أستاذ جمال المليكي، منتج أفلام في قناة الجزيرة ومنتج فيلم أحزمة الموت، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. وهو لكم كذلك مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.